اخر يوم رمضان؟ بلعب. تلعب؟ انت عيدت بدري. بسم الله ما شاء الله. اطيرني رول كالعاده. اللهم صل عليك يا نبي. الدكتور الاذان اذن. ايوه وصلوا الناس المتاخره كالعاده. اهو 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 اول واحده متاخره اهي. عامله ايه يا روبي؟ وحشتيني يا روبي. منال ايوه انا هصورها اهي. ايوه بتخبي وشها اهو اهو. دي اللي دايما متاخره اهي. ازيك انتي شايلينك؟ مش معقول. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ استني وحشتني. الراجل ده يا جماعه دايما متاخر. كل سنه وانت طيب. والله ليه كده بس؟ ليه كده الفضايح دي؟ كل سنه وانت طيب. انا مستنيك. ها انا مستنيك. انت على راس القائمه. انت اصغرنا. انت يا ايوه بقى. ايوه على فكره انا مغرقاها عسل. شفت بقى محمد عادل نور النور ازاي؟ هو قال انا حاجه الدنيا هتنور وقد كان. مظبوط. اه تطلعي من اسمها؟ لا هطلعها. طلعها بال لا لا هطلعها. خلاص طلعت. هي ايه دي لبس مامي؟ هي ايه دي لبس مامي؟ أحلى قهوة ممكن تتشرب بعد الفطار من إيد محمد عادل، معمولة بروقان وبمزاج. لو وصلت للجزء دوت من الفيديو ما تنساش الكومنتس واللايك والشير. طلع قمر وسط البيبسي والحاجات دي. الله حلوة الطايحة من ورا. أيوة ادينا بقى واحدة من قدام. مس ندى النهارده اكتشفنا فيها حاجه مهمه جدا على فكره. اللي هو اخر فيديو اللي هي عملته الصراحه بتاع المدينه القديمه. كان فيديو جميل. قالت مقطع اغنيه بتاعت رمضان في ليبيا حاجه تانية الصراحه. يعني انا شفت فيها اكتشفت فيها مهمه في الغناء اللي هي دندنت فيه. دندنت فيه. ايوه فاحنا عايزين نسمع منها حاجه. نظر واذن موسيقيه. ايوه قول بقى يلا وريني كده. ايه يعني هي والمسنا منال بس مش عارفين مس منال. مس منال مس منال مش عايزه تطلع. نسمع من اسمها بس اي حاجه كده. طيب الله لو نرضى وما حدش فينا ما لا 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 الله لو نرضى من قلوبنا الله يرضى علينا. الله لو نرضى الله لو نرضى بالله عدى. والجاي كوميديا. انت هتلعب بايه؟ برجلك. لا مش ينفع والله. لا قاعد انت قاعد برجلك. يا دوبك يا دوبك. لا والله عبد الله يا دوبك يا عم. لو عندك اللي تقطع البطاطس هقوم. حتى لو تعرفش لا 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 شد كويس شد كويس كتير. الحديد بيتهز. لا 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 في خادة لسع. ساعة نادي عليها في البيت. بقول لك صوريا بتفتح الحمضيات. سمعتها ازاي وحشة بتوشوش؟ مش فاهم والله العظيم. وعاملة انها ما بتشوفش وما بتسمعش. كل سنة طيب. نعدلك بالخير. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. ما تنسوش الكومنت واللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.